نفس عميق كده واهدى يا بركة عشان تعرف تفكر بالعقل. انت لو مكاني هتعمل ايه؟ حسابكم معايا بيجي تجيل وانا خايف حبال الصبر تفلت من يدي، والنقفة بتاعتكم دي يومها جاي. ده بدل ما تشكرنا يا ابني، الست والدتك راحت للنائب العام من وراك عاوزة تقطع رزقك، لولا ان نوفا ادتها الحقنة، وانت عارف ان نوفا هي وجلال سوا سوا كده. خد حقك منهم وافضحهم بالفيديوهات اللي معاك. انا اللي حدد مين يتفضح ومين يمشي ومين يستنى؟ ولو كنت فاكر انك تمشيني براسك دي تبقى راجل اهبل كساب. النهاردة لحد العيد تكون حضرت التنين وكام يوم وتجهز عربونه، وشوف انت عربون التنين كام. وحياة ولادي انا ماليش دخل. مش انا قلت لك حسابك بعدين؟ بتعجل ليه انت؟ امشي غور. هو اللي انت بتحببه ده؟ الناس دي جايباني من ايطاليا في تابوت، يعني ممكن يرمونا كلنا في توابيت ولا حد يدرى بينا. يخرب بيت اليوم اللي شفتك فيه يا اخي. امشي يا بس يا اخي بقى بس.